وربي حط لنا ام كلثوم غادي نحط متر كيف حطنا كلايبي بيجي وحنا مصباح خايفين يضرني الخردة هذه جابتنا النوم اضرب أسليم حرامي اضرب حرامي حرامي ها ما تحشمش قد تروح عمري ما شفت خايل في عمره 120 ألف عام انت لك قد الديناصور انت والله ماني طالقك حتى تهدر تسرق وانت حاضر على الصبة متاع الكرة الأرضية وبش ها اسمعني اليوم والله ما تهدرش انطرتك القرص اهدى يا حمار انت وهو اهدى يا حمار انت وهو انت عارفين بابا نويل ده اللي انتوا عمالين تعذبوا فيه يبقى مين شكون يبقى الحاج مصطفى اللي هو مع الحاج عباس اهو بوزه من بقه اسمح لنا يا عمي مصطفى والله مسكين صغير وبهلول ما يعرفش بس قلبه ابيض كيما لحيتك ايه 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 تسخير روحك انت ما ضربتوش انت الضرب اللي وكلته له اكثر من الخبز اللي كليه طول عمره اهل الوصيه راحت الوصيه مالك وجهك شكون ضربك راح يوم نشده نهاره ما تطلعش فيه الشمس راح جاب لنا امه شكون ضرب عم مصطفى؟ انت ولا شد ارواح ارواح ما تخافش اللهم صل على النبي ما فهميش حتى كويس تايق ايوه نترشفوها يا عم هو انت الضرب اللي كلته للراجل فوق ده اساسا احمد ربنا ان هو ما جابش عيال حتته وجم ترنوك علقه لحد ايه ده؟ ايه اللي جابها دلوقتي دي دماغها ولا دماغ روبرتو كارلوس؟ فيتا دي غنتومة ولاد الحاج عباس ايوه ولا قولي لي يا عم الفتوة انت اسمك ايه؟ لينا لا لا ما قالكش انت لشكون قالك انت ايش اسمك بين سكسي اختي انت يا تونسيه ولا جزائريه ولا شتكوني لا يا خويا انا جزائريه يما لبنانيه جدي تونسي وزايده في سويسرا ناس تقولي عمك من ماليزيا وتحتلوا العالم روح يا شيخه ده انت كدبك بالابل بسطاوي ايوه عجبك دماغ تبغي نزيدك الله يخليكي مش عايز كفايه كده كل جاتو كل ناكل جاتو درت لكم واحد الجاتو الطاب كما المولفة نديرها لعم مصطفى ومن اليوم تهناو ماكلتكم قاع ليا دوك نولي مصطاوي شغل بيان كلو جاتو هذا جاتو هذا اسمعني هي قالت ايه هي اللي هتطبق من النهارده مفيش طباخ انا الطباخ لا 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 ما فماش حتى واحد طباخ انا هو اللي باش نطيب لكم اليوم وباش نطيب لكم حاجه تونسيه وباش نطيب لك امك حوريه اسمع عادي يا سليم انت اوعى تجيب سيره امي انت فاهم ولا لا باهي سيدي تعرفش كيفاش نعمل لكش بوليس نكتف كما هكا حاجه بنينه فهمتني ولا ونزيدك معاها دي سير ودنين القاضي اهو كتف البوليس وكل ودن القاضي بقول لك ايه ما تجيب لنا عسكري مشوي كمان نحل بيه يا عم انت هتحبسنا ما تقول له حاجه يا عم من يوم الدار انا اللي ندبر راسي انا اللي ندبر راسي لا انا نقولكم حاجه من يوم الخبز والماء والراس في السماء البقاء لله.